هل كل ما يصيب الإنسان من مصاب بسبب ما كسبت يداه؟ هذا الأصل، وقد يكون ابتلاء واختبارا من الله تبارك وتعالى لرفع الدرجات. ولذلك الأنبياء يصابون بالابتلاءات والمصائب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بمصائب صلوات ربي وسلامه عليه، ومع هذا يعني صبر وتحمل. ولذلك الله مدح المؤمن قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فليس بالضرورة أن تكون عقوبات، قد تكون لرفع الدرجات، والله أعلم.